شوفي هاد جدي. ومين هالولد؟ هذا أنت مو؟ إيه، هاي الصورة من أغلى الصور على قلبي، لأني تصورتها قبل ما يموت. من كم سنة صار في انهيار ثلجي، وقتها جدي اختفى بهداك الانهيار. طيب انت ليش متأثر لهالدرجة؟ بعدين ليش عم تبكي بعيد ميلاد جدك؟ عم تبكي بطريقة غريبة. عيب؟ لك عيب عليك، عيب عيب عيب. وقت انت بتضحك بتبين مثل اللعبة تبعي، كتير حلو، خليك عم تضحك بهي الطريقة. بما انك رح تتعافي يا بوجة، فبوعدك اني رح ضل اضحك دائما. ابني تعال شوي. يلا. لازم تسمع اللي بدي قلك يا نارين. كيف بدي قلك يا نارين؟ انه الدكتور عم يخدعك، وانا ماني مريضة، وانه جدك. هاي الحياة كتير صعبة يا ابني. جدي انا اشتقت لك. جدي هدول الناس نسيوك، احياء ذكرى وفاتك كذبه. لا توقفي هنيك رجاءا، ساوي اكليل زهر لصورته. بوجة يلا. دقيقة واحدة ماما، انا ما عم افهم ليش انت عم تدخليني بهي القصة. اسمعي، انا بهي القصة ما لي دخل ابدا. لك ماما، لكي اعملي اللي بدك يا مفهوم، بس انت لازم تعرفي انه انا ما دخلني وبكفي. نتمنى الخير والسلامة يا عم. بس لو كنت معنا كان هذا اليوم كتير مميز. لآخر مرة عائلة فياس بتحتفل بعيد ميلادك بدون ما تكون. كل المناسبات كان رح يكون إلها طعم تاني لو كنت موجود مع عائلتك.